قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن وحداتها نفذت عملية في جزيرة تندرا في الجزء الشمالي من البحر الأسود يوم 6 أغسطس آب الجاري. أوضحت في بيان أن مجموعة برمائية من الوحدات الخاصة الأوكرانية تسللت إلى الجزيرة، دمرت مركبات مدرعة، محطة حرب إلكترونية وتحصينات للجيش الروسي، مضيفة أنها كبدت القوات الروسية خسائر في الأرواح، وأن المجموعة عادت إلى مواقعها دون وقوع إصابات بين أفرادها. من كييف ينضم إلينا مراسلنا إياد ستي. أهلا بك إياد، هل لديك من تفاصيل إضافية عن هذه العملية الخاصة الأوكرانية في جزيرة تندرا؟ نعم رويدة، يعني بين الحين والآخر تقوم أو تصدر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بيانات حول عملياتها الخاصة أو النوعية التي تنفذها وحداتها الخاصة في تحديدا في شبه جزيرة القرم وفي المناطق التي تسيطر عليها روسيا من مقاطعة خرسون. طبعا هذه الجزيرة أو جزيرة تندرا هو لسان بحري يمتد إلى نحو بطول 20 كيلومترا، تسيطر عليها القوات الروسية وهي قريبة من مقاطعة خرسون. طبعا بحسب البيان للاستخبارات العسكرية الأوكرانية فإن وحدات أو مجموعة من الوحدات الخاصة تمكنت من التسلل إلى هذه الجزيرة وضرب المواقع العسكرية الروسية هناك. تحدثت عن إلحاق خسائر بالأرواح بالأفراد من الجيش الروسي الذين كانوا يتمركزون على هذه الجزيرة، وأيضا إلحاق أضرار بمعدات عسكرية، مركبات مدرعة ومحطة حرب إلكترونية على هذه الجزيرة. طبعا تحدث عن هذه العمليات النوعية بشكل كبير، تحدث عنها رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم، هو قال بأن القوات الأوكرانية لا تزال تواصل هذه العمليات تحديدا في هذه المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية. أيضا تحدث عن واقع العمليات القتالية والحرب الأوكرانية الروسية خلال الشهرين القادمين، وقال بأن الإمكانات العسكرية للجيش الروسي ربما يعني ستفقد بريقها خلال الشهرين المقبلين. تحدث عن تراجع في حدة العمليات الهجومية خلال الشهرين المقبلين بالنسبة الجيش الروسي، وقال بأن على القوات الأوكرانية حينها اتخاذ القرار إما يعني أن تواصل هذه الحرب أو أن تعد العدة من أجل منع التقدم الروسي في المناطق الأوكرانية. شكرا جزيلا إياد ستي، مراسل العربي من كييف.